أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين، والتي نناقش فيها استئناف المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية لانتفاضتهم لإسقاط النظام، حيث عورت القوات الحكومية ومنذ ساعات فجر هذا اليوم باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين السلميين، ما أسفر بشكل مؤكد لاستشهاد 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 200 في بغداد، بينما لم تصل بعد معلومات مؤكدة من المحافظات والمدن المنتفضة الأخرى رغم ورود أخبار عن عشرات الجرحى. ولمناقشة محاور تغطيتنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الإعلامي والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وعبر الهاتف من اسطنبول معنا الشاعر العراقي شاكر السامر، ومن بغداد الأكاديمي العراقي حامد الصراف، فأهلا وسهلا بكم. وقبل البدء بمناقشة آخر المستجدات مع ضيوفنا الكرام نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. جاء الموعد فخرج العراقيون قبله، أي تعطش للحرية وأي غضب مكبوت تفجر بوجه حكام العراق الجدد وهم يرون من راهنوا على إسكاتهم بالرصاص أو الوعود، يملؤون الشوارع منذ ساعات الليل الأولى. بعزيمة غاضبة خرج المتظاهرون ليلة الجمعة إلى شوارع بغداد والمحافظات مستبقين يوم 25 من تشرين، الوعد المنشود للموجة الثانية من انتفاضة تشرين. لم يستطع العراقيون الانتظار إلى أن يبزغ الصباح، فشقوا ليلهم بهتافات اختصرت مأساة أكثر من 16 عاما، إسقاط النظام، لا شيء غير ذلك. صدمة السلطات القمعية تمثلت باستنفارها المرعوب طوال الأيام الماضية، حيث توقعت أن يكون الرصاص الذي قتل أكثر من 300 متظاهر مطلع الشهر كافيا ليرعب البقية فلا يخرجوا، وبالتالي يستمر الحال على ما هو عليه، حيث تحكم الأحزاب والميليشيات ويبني زعماؤها ثروات من مال العراق المنهوب، فيما يبقى العراقي لاهثا وراء حقوقه، وإن منح أحدها فهو يأخذه وكأنه فضل أو هبة، لا حقا شرعيا واجبا. طلع الصباح على بغداد ليس ككل صباح، فهنا حتى الحجر والشجر ينتظر الخلاص. احتضنت ساحة التحرير المتظاهرين وكأنها الأم بين أبنائها عندما غطت هتافاتهم على أزيز الرصاص الحكومي وهدير المروحيات، وهي تراقب شبابا عزلا لا يريدون سوى وطن. بخطاب هزيل ولغة جسد تكشف ذعر الرجل خرج عبد المهدي بخطاب يحمل وعودا جمة عسى أن تهدئ الشارع الغاضب الذي رد بالنزول قبل الموعد المحدد. إيران لم تغب عن المشهد، فكما حضرت برصاص وكلائها بداية الشهر كانت حاضرة بهتافات المتظاهرين وهم ينددون بتدخلها في العراق ورعايتها الأحزاب والميليشيات التي يقف عناصرها المنثمون على بعد أمتار من المتظاهرين. مشهد يعيد للأذهان ذكريات انتصار إرادة الشعوب على صوت السلطة، حيث المعادلة الرابحة دائما، يستجيب القدر إن صحت الإرادة من الشعب. نعم، أبدأ هذه التغطية مع الدكتور رافع الفلاحي. دكتور، انطلق العراقيون حتى قبل موعد التظاهرات منذ يوم أمس، ليلة أمس انطلق المتظاهرون، كيف ترى هذا الإصرار ولماذا هذه العزيمة في يوم 25 الذي يصادف اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، مثل ما تعرف ويعرف المشاهد أن التظاهرات يعني خرجت في سنوات طويلة من عام 2003 لحد الآن، لكن التظاهرات الأخيرة اللي خرجت يوم 1 تشرين الأول واضح كيف استهدفت، وواضح يعني سقط بها بين يعني قتيل وجريح، أكثر من 6000 بين قتيل وجريح، أكثر ربما أكثر من 7000 بين قتيل وجريح
ومعتقلين، خراب واتهامات وقطع للشوارع واتهامات للمتظاهرين، اعتقالهم، التنكيل بهم، هم يعني متابعتهم ومداهمة بيوتهم، هذا الشكل. وصدرت يعني في كل فترة اللي مضت بها من نهاية يعني هي التظاهرات استمرت لمدة 8 أيام وانتهت من نهايتها لغاية يوم 25 اليوم، يعني صدرت بيانات كثيرة وسمعنا خطابات كثيرة، سواء من رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي أو سواء من كل أحزاب السلطة والعملية السياسية ومن كل شخوصها ورموزها، وعود مجرد وعود، والكل حاول يركب موجة التظاهرات، الكل حاول يعني يبرئ نفسه من الأوضاع التي وصل إليها العراق ويبرئ نفسه من دماء العراقيين. وشكلت لجنة مثل ما تعرف، اللجنة يعني شكلت من الناس الذين هم أساسا المتهمين يعني بمواقعهم الأمنية والسياسية بقتل المتظاهرين والنيل منهم والاعتداء عليهم. شكلت هذه اللجنة وأعطت رئاستها لأضعف الحلقات، لشخصية من أضعف الحلقات، موقعا في الحكومة وموقعا في وحزبيا، لكي تخرج النتائج بالشكل الذي يريدونه. وشهدنا هذه يعني كان كل المتظاهرين وكل أهل العراق كانوا يتابعون هذه اللجنة ماذا ستفعل، هل ستدافع عن حق الذين قتلوا الذين استشهدوا، هذا الشباب الجميل اللي قتل يعني غدرا، اكتفت فقط بالإعفاء المسؤولين، بعض المسؤولين، جنبت نفسها أي اتهام، برأت نفس الحكومة، برأوا الحكومة من أي اتهام، وأنه الخطأ خطأ قيادات أمنية يعني جتها الأوامر لكنها لم تنفذ الأوامر. طيب من القناص، من اللي قتل، القناصين، هذا لم يتطرقوا إليه بالتأكيد، وبالتالي حتى حملوا المتظاهرين وزر الإجرام الذي حصل عليهم، يعني يحملون الضحية وزر المجرم، يعني أنت اعتديت على المجرم فالمجرم رد عليك قتلك، هذه كذبة كبيرة يعني لا يمكن قبولها. فبالتالي الشارع لم يقبل هذا التقرير نهائيا، هذا أولا. الخطابات التي وجهت والوعود التي قيلت كلها لم يقبل بها الشارع لسبب بسيط جدا. يعني كل هذه الوعود التي أطلقت ترتبط بقضية اقتصادية، يعني نعم فيها إطار سياسي لكن أيضا الإطار الاقتصادي هو الحاكم. هذه كل الوعود، كل هذه المشاريع اللي يتحدثون عليها يجب أن يكون لديها يعني حجم اقتصادي ومولها غطاء اقتصادي، غطاء مالي. الشعب يعرف أنه لا غطاء مالي، كل هذه الوعود كذب. العراق مديون المبالغ اللي يعني مليارات كثيرة، هم يتحدثون عن 130 مليار والرقم أكثر من هذا بكثير، قد يصل إلى 300 مليار حجم الديون على العراق. يتحدثون عن مشاريع ولا يستطيعون، هم نفسهم يقولون أن الوظيفة، الوظائف، الموظفين في الدولة يأخذون الآن 3/4 الموازنة، طيب ما بقي من الربع أين يذهبون به؟ لا يستطيعون أن يوفروا به مشاريع، لا يستطيعون أن يصنعوا، أن يجدوا صناعة أو زراعة جديدة أو تنمية، لا يستطيعون. هذه المبالغ يا دوب تكفيهم لصرفياتهم. الآن بدأوا يتحدثون عن نخفض الرواتب، وإذا خفضت الرواتب ماذا ستفعلون بها؟ تخفيض الرواتب لا يأتي بمشاريع، لا يأتي بتنمية، لا يخدم البلد، وبالتالي لا يقضي على البطالة ولا هذه كلها وعاها الشعب. لذلك كان التصميم أن يخرج مرة أخرى. خروج مرة أخرى حاولوا يثنوا بأي طريقة، الأحزاب وقوى العملية السياسية حاولت أن تغازل المتظاهرين وأن يعني تخف معهم، وطبعا خلال هذه الفترة كانت القوى الأمنية تداهم البيوت، تعتقل أي شبهة لأي ناشط، لكي يعني يوم أمس فقط في يوم أمس في البصرة تم اعتقال ناشط. القوات نحن نتحدث عن واحد لكن هم اعتقلوا يوم ربما عشرات الآلاف، غيبوهم خلال الفترة، محاولة لامتصاص زخم التظاهرات لكي لا تصل إلى 25، لكن مع ذلك وصلت إلى يوم 25، وصلت التظاهرات إلى 25 بالشهر. فبالتالي الشعب اللي خرج من أول يوم يهتف يريد يسقط النظام، ويريد يسقط هذه العملية السياسية، ويريد يسقط كل هذا الوضع، يريد حياته، يريد حاضرة ومستقبله. هؤلاء عنده قناعة الآن ثابتة، وهو فاقد الثقة معهم، عنده قناعة أنه هؤلاء لا يستطيعون أن يلبوا له أدنى الأشياء، أدنى المتطلبات. فبالتالي وجودهم يعني لا يمكن أن يستمر، هكذا هو القرار.
المشكلة التي الآن المشكلة هم يحاولون الآن القوى السياسية أن تدير الدفة باتجاه آخر، تدير البوصلة، إنه هاي التظاهرات ما دام طالعة وهي تحاول أن تنال من العملية السياسية وهم حياتهم في العملية السياسية، نوجه البوصلة باتجاه الحكومة، إنه إذا كان الخيار وصولا إلى خيار أن نسقط الحكومة نسقطها ونبدلها للحكومة، نشيل عادل عبد المهدي نجيب غير عادل عبد المهدي وتنتهي الأمور. هذا القرار الآن اللي في ذهنهم، ربما يزيحون عادل عبد المهدي ويأتون بشخصية أخرى والقضية تتكرر ويشترون وقتا جديدا لفساد وخراب ودمار جديد. هذا الآن التصور، لكن التظاهرات يبدو لي واعية، قدرتها على قراءة الموضوع أعلى من قدرة هؤلاء الساسة. لن تنجح هذه اللعبة. أعود إليك دكتور رافع، أجدد الترحيب بالشاعر العراقي شاكر السامر من إسطنبول. سيد شاكر، يعني ما أوجه الشبه برأيك بين الانتفاضة الأولى إذا تحدثنا خلال هذا الشهر في الأول من تشرين الأول واليوم يوم 25، وما الذي يميز هذه الانتفاضة عن التظاهرات السابقة؟ نعم تفضل. للاختلاف من أي ناحية تقصد؟ يعني هل من ناحية الإصرار، هل تراها بنفس الوتيرة، هل هي متصلة مستمرة، أم أنها يعني اليوم تكون أقوى من يوم الواحد من هذا الشهر من تشرين؟ طبعا هي من بداية بين أستاذ أنها تختلف. نعم. اختلاف كبير. هي احتيالي. نعم. متواصل. لا يمكن الفصل بينها وبين هذا اليوم. نعم. وأيضا هي امتداد من 2011 ولحد الآن، هي موليدة الساعة. نعم. أبدا. صحيح هي أصبحت تعتبر الشرارة الكبرى يوم 21، ولكن بدأت قبل سنوات عديدة. نعم. ولهذا فإنها الآن شكل منعطف كبير في حياة الشعب العراقي وفي حياة المستقبل، العملية السياسية التي جاءوا بها. لا يمكن للشعب أن يبقى يعني كما كان سابقا في ظل الاحتلال وفي ظل قوانين بريمر وفي ظل الحكومات التي شكلت بإرادة الآخرين، بإرادة أمريكا وإيران والدول الأخرى التي لها مصلحة في الاستحواذ على العراق ومستقبله. نعم. يعني الشباب الآن يعني اللي هسه منتفضين هم أكثرهم شباب يعني في مقتبل العمر من 15 سنة فما فوق، يعني من بداية الاحتلال تقريبا ولادة مالتهم أغلبهم يعني صراحة. احنا او ما نقول نحن وانما الاباء، احنا ابائهم، احنا شكلنا اساس لهذه الثوره التي بدات الان، فهي امتداد للسابق، امتداد للتظاهرات اللي قامت قبل سنوات. هاي حصيله يعني حصيله تجارب مع السلطه الغاشمه. نعم. تجارب مره معهم، اعطونا عده وعود و الحقيقة كلها كانت كاذبة وخادعة. فالشعب الآن يعني نفذ صبره، والآن الثورة بازغ فجرها إن شاء الله بإرادة العراقيين. فسلاما لك يا عراق، سلاما لكم يا أبناء جثة والفرات، سلاما للنخل الواقف سامخا شامخا، سلاما لك يا شباب الثورة في كل بقعة من العراق الأبي. نعم. سلاما لك يا صباح العراق وشمسه الوهاجة على السهول والوديان، سلاما لكل قطرة دم سالت على ساحات التحرير في مدن العراق وسط وجنوب العراق. إنه فجر الحرية والخلاص من الأحزاب الفاشلة والأحزاب الظالمة، الأحزاب التي استهجنت العراقيين الطيبين وأرادت بشتى وسائل الكذب والخديعة لكي يرضخوا صاغرين للساسة الإيرانيين الفرس. نعم. بمنهج طائفي خبيث يراد منه ابتلاع العراق وحضارته ومستقبل الوطن. نعم. أستاذ شاكر، يعني في نفس السياق، أنت كشاعر كيف رصدت الهتافات في انتفاضة تشرين؟ إلى أي مدى تدل هذه الهتافات
من ناحية وعي الشباب لما يجري في العراق؟ كيف قرأت الهتافات؟ الشباب واعي جدا. اولا هي الهتافات اغلبها سلمية. نعم. من ناحية الأدبية خلينا نقول عليها، او الأخلاقية، او الـ او الـ او الـ المنهج الصحيح للهتافات. نعم. الهتافات هي كلها سلمية، ولكن في نفس الوقت رغم انها بعض الأحيان تحمل طابع شعبي، لكنه بحسة عراقية كما تعلمون. نعم. حسة جنوبية، حسة فراسية، هاي الحسة اللي بيها دلالات يعني كثيرة، دلالة استهزاء واستهجان بالعملية السياسية اللي استهجوها من 2003 لحد الآن. نعم. أعود إليك أستاذ شاكر السامر، وأجدد الترحيب بالأكاديمي العراقي من بغداد حامد الصراف. أستاذ حامد، يعني حتى الآن 3 شهداء وأكثر من 200 مصاب، برأيك هل ستقدم الحكومة على تكرار ذات السيناريو الذي مارسته في بداية هذا الشهر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا الرحمة والغفران لشهداء ثورة تشرين الخالدة والشفاء العاجل لجرحانا، وإن شاء الله يكون السلامة لجميع المتظاهرين. تحياتي لضيوفك الكرام. العودة إلى سؤالك، الانتفاضة هذه المجيدة متوقع كان منذ بداية تشرين أنه السلطة الفاسدة الحاكمة بإرادة خارجية، بإرادة الولي الفقيه، ما قادرة أن تحل المشاكل المستعصية في الداخل المتراكمة نتيجة 16 سنة، وما قادرة أن تغادر الساحة لأنه فقدت الأمر الخاص بها المستقل. لذلك هي الآن تحت ضغوط هائلة من الداخل ومن الخارج. أنا أعتقد الأسلوب القمعي بالقتل ووجود أو ظهور قناصين آخرين من المحتمل أن يظهروا خلال الساعات القادمة أو الآن، أعتقد هذا مؤشر خطير آخر على أنه عملية الإيغال بقتل الشباب العراقي الثائر المطالب ليس فقط بحقوقه في حياة حرة كريمة، وإنما أيضا باستقلاليته واستقلالية القرار العراقي وبإعادة وطنه المسروق من قبل قوى أجنبية. هذه هي الحقيقة التشكيلة المهمة الأساسية الآن اللي تبلورت عند الشباب وتبلورت عند كل قطاعات الشعب العراقي اللي يطالب بإسقاط النظام، بإعادة رسم العملية السياسية اللي أوتي بها منذ العام 2003 بطريقة أخرى بإرادة شعبية بقرار من الشعب العراقي، وليس بتوصية أو بوصايا أجنبية سواء كانت أمريكية أو إيرانية. هذه الحقيقة مؤشرات مهمة جدا. لذلك نظام إيران، نظام الملالي في إيران، يعتبر الآن الساحة العراقية خط الدفاع الأخير له. يعني لذلك خسارة العراق وخروجه من الهيمنة الإيرانية، أنا أعتقد هذه هي المؤشر الأهم إقليميا ودوليا في معادلة الصراع الإيراني الأمريكي الغربي مع أيضا بعض الدول العربية، وهو صراع إرادات أيضا امتد مثل ما نعرف إحنا بعد 1 تشرين امتد إلى لبنان الشقيق. ولذلك الثورة الحالية إذا كان في لبنان وإذا كان في العراق فهي إحداهما تكمل الأخرى، وأنا يعني أقدر أكد بهذا الخصوص. نعم. أنه نجاح الثورة في أي بلد من البلدين هو نجاح للبلد الآخر، للشعب الآخر، في أن يرسم مستقبله بنفسه. لذلك القضية أصبحت فيها مخاطرة كبيرة، تحديات كبيرة، ما لابد أن يكون هناك تضحيات، وإحنا نريد. نعم. التضحيات تكون من الحقيقة لا من طرف القوى الأمنية ولا من طرف المنتفضين، لأن هذول كلهم أبنائنا، كلهم أبناء شعبنا، كلهم أولادنا، كلهم أخواننا. لذلك ردناها سلمية مثل ما رادوها أيضا الشعب اللبناني الشقيق أن تستمر سلمية إلى حين الإطاحة بالنظام الفاسد، نظام المحاصصة المقيتة اللي أصبح جاثم على
صدر اللبنانيين وايضا صدور العراقيين. نعم. وهذا الحقيقه لابد ان يتحقق. اراده الشعوب لا يمكن ان تهزم. نعم. باي شكل من الاشكال هي اللي راح تتحقق، هي اللي راح تنجح. السلطه هذه فشلت، بتعيش ساعاتها او ايامها الاخيره الى حين ان تقر بانه وتأتلف، او ان يطيح بها الشعب العراقي سواء كان باقالتها او الرجوع الى بعض الاساليب للحفاظ على مواجهها بتقديم استقاله واحلال نظام حكم جديد يعني يرسم حدود العراق بطريقه افضل. نعم. استاذ حامد، انا اعرف بان وقتك ضيق، كيف قرات وكيف رايت خطاب رئيس الحكومه عادل عبد المهدي يوم امس؟ يعني بدا عليه الارتباك، كثرت الوعود التي قدمها، كيف قرات الخطاب؟ لا، هو طبعا الخطاب متكرر الى حد ما بجمل مقرفه برمي تبعات كل الفترة الماضية 16 سنة على الآخرين. يعني هو ما ذكر أسماء لكنه كان واضح هو يقصد حكومتي المالكي، حكومة العبادي، والتحضيرات منذ يعني مجلس الحكم والحكومة المؤقتة لإياد علاوي، كلها هذه الحقيقة تركة ثقيلة هو أقر بها، وهذا الإقرار هو أيضا مسؤول عنه لأنه أيضا كان أول وزير مالية في حكومة إياد علاوي، بعدين صار نائب رئيس الجمهورية، بعدين وزير نفط، بعدين هو أيضا واحد من أهم أركان العملية السياسية منذ سقوط النظام السابق في 2003. فما بيقدر يبرئ حاله، ما يقدر يبرئ نفسه بأي شكل من الأشكال. هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية الأهم الحقيقة أنا اللي توقفت عندها هي أنه يعني رجع إلى نغمة، وهذا هو التشابه بين الثورتي لبنان والعراق، رجع إلى نغمة أما نحن أو الفوضى والطوفان من بعدنا، وهذه طبعا هاي نغمة المهزومين، نغمة الطغاة، يريدون يقوم بالسلطة بهذه الحجة وما يتركون المجال لأن يقرر الشعب مصيره بنفسه. نفس الخطاب ذكره أيضا ميشيل عون قبل بيومين، يعني أول امبارح أعتقد كان الخطاب شبيه به. لذلك أنا أعتقد هذه الأنظمة استهلكت، انتهت باعترافهم، هم أصبحت الآن قضية وقت. اللي يلزم الحكومات هذه هي مسألة أخلاقية، ما بقت قضية سياسية ولا قضية دستورية، أخلاقهم تسمح أن يتنحون أو لا. إذا ما بقى عندهم درب الأخلاق فهذا هو المسألة هذه تعود لهم هم، لكن الشعب باقي بإصراره أن يسقط الحكومتين، وخصوصا بالنسبة لنا إحنا كشأن داخلي عراقي لابد أن نستمر بإسقاط هذا النظام. هذا هو النقطة الأساسية. خطاباتهم ما تكون خطابات مهزومين في الوقت الضائع، هذا هو الحقيقة النقطة الأهم. وخيبة أمل الحقيقة خلقت بشكل واضح عند الشعب العراقي وعند كل المتابعين أنه عملية تبريرية مو أكثر من ولا أقل، وقضية رمي تبعات على الآخرين دون أن يجد حل لملموس واضح كان بإمكانه أن يختصرها بشكل واضح، يقول أنا أصبحت في وضع صعب جدا، لابد أن أستقيل، لابد أن أتنحى وأترك المجال للشعب العراقي يقرر نفس مصيره بنفسه. نعم. الأكاديمي العراقي كان معنا الأستاذ حامد الصراف من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك. دكتور رافع الفلاحي، يعني عدة محافظات عراقية في الجنوب بدأت بالخروج للتظاهر لهذا اليوم، أنت كيف ترى مساندة هذه المحافظات للمتظاهرين في العاصمة بغداد؟ الحقيقة دكتور عمر، الشعب العراقي يعني من شماله إلى جنوبه، من غربه إلى شرقه، هو اللي تحمل الكارثة طوال هذه 16 سنة، ما يقرب من 17 سنة. فهذا الشعب هو الذي عانى، هو اللي قدم التضحيات، هو اللي يتحمل كلها وزر كل هذا الفساد وهذا الخراب وكل هذه الكارثة، يعني هو اللي يتحملها الحقيقة. هو الذي يعني ازدادت فيه نسبة الأمية، هو اللي ازدادت فيه نسبة البطالة، وازدادت فيه نسبة الفقر، نسبة المرض، نسبة الخراب. هو الذي يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى نهوض، يحتاج إلى أن يشارك في خدمة بلده، يحتاج يشارك في حماية بلده، في إدارة بلده، في صيانة كرامة بلده. هذا كله ممنوع عنه. فبالتالي هذا المواطن اللي جاءوا هؤلاء عام 2003 وقالوا جئنا من أجل مظلوميتك أيها المواطن،
جئنا من أجلك، من أجل تحسين وضعك، نخلق لك ديمقراطية، هذا الكلام المزوق. وجد فراغ، وجد أنه هو خسر ويخسر حياته في كل يوم. والحقيقة هو يدافع عن حياته، يعني عن حاضره ومستقبله. فبالتالي خروجهم بالمحافظات لدعم ما يحصل في بغداد، مظاهرات بغداد، بغداد ربما رمزيتها كعاصمة وعدد سكانها، يعني لأن بغداد تركز السكاني كبير فيها، فهذا يخلي بغداد ومركز السلطة فيها أيضا، هذا يخلي بغداد كل العيون تتطلع لها، لكن كل المحافظات تعاني معاناة شديدة جدا جدا. وهي يعني لنذكر أنه واحدة من أوليات المظاهرات التي خرجت المطالبة بحقوق الناس كانت في البصرة، عندما خرجت الطالب بالكهرباء وهكذا، وقدمت كل هذه المحافظات شهداء وقدمت تضحيات كبيرة من أجل العراق ومن أجل تحقيق كل هذه المطالب الآن. فالآن الشعب كله يعاني، كله يدرك أنه المسؤولية يعني مسؤوليته، والآن هو إذا يريد يغير هو من يغير، لا أحد سيأتي من الخارج لكي يصنع لك التغيير، ولا أحد يساندك من إقليمك ومحيطك لكي، ولا أحد من هذه القوى السياسية ممكن أن ينتفض على نفسه ويصبح شريفا ويقف مع الشعب. هؤلاء مجموعة من الفاسدين، وكل الدول الإقليمية والخارج الدول العالمية تجد في هذا النظام مصلحة في وجوده واستمراره، واستمرار هذه العملية السياسية هم أنشأوها، وبالذات إيران وأمريكا هم أنشأوها ويريدون يحافظوا عليها، وكل القوى السياسية هذه فيها مصلحتهم وفيها خبزتهم، فبالتالي لا أحد يساعدك، أنت يجب أن تعتمد على نفسك. فالشعب أدرك هذه القضية بالمحافظات بغير، فلذلك هذه المساندة للتظاهرات اللي تخرج في المحافظات ستتسع، ستتطور كلما بغداد ازدادت مساحة التظاهرات وازداد عمقها وعدد الخارجين فيها يزدادون، سيزداد في المحافظات. المحافظات كلها تتطلع إلى بغداد المركز، عندما يرون المركز بصورة أخرى ستشجع كل المحافظات لكي تنضم إلى المركز، هذه حقيقة. ربما تحدث في بعض البلدان حتى في ربما يعني محافظة أو مدينة بعيدة عن المركز تخرج مظاهرة أو تفعل شيئا أو حدثا يحصل فيها وتؤيدها الباقي ويؤيدها حتى المركز، حالات استثنائية، لكن الحالة الطبيعية أن الجميع يتطلع إلى المركز. والمركز إذا ما ثار بهذه القوة كل القوى الأخرى في كل المدن ستساند المركز، هذا ما نأمله الحقيقة. خروج التظاهرات الآن في المثنى وغيرها وفي النجف وفي في الناصرية في البصرة كلها وجزء من معاناة كبيرة. أريد أن أقول لك شيئا، يعني ربما كل هذه القوى السياسية نتحدث عنها، وربما ضيفك تحدث عن حتى خطاب عادل عبد المهدي، الحقيقة حاولوا طوال هاي الفترة أن يلعبوا على الناس ويحاولوا أن يسترضوهم بكلام معيب مثل كلام عادل عبد المهدي، يعني كلام رث وغير قابل أن يهضم، يعني الشعب هذا بعد هذه المعاناة غير قابل. قرأت بيان لحزب الدعوة كيف يدعو الناس إلى أنه يعني أنا أؤيدكم وأؤيد الناس وأؤيد التظاهرات وأؤيد حزب الدعوة. حزب الدعوة للمعلومات يعني، وأنت تعرف دكتور عمر والناس يعرفون أنه هو الحاكم العراق من عام 2003 لحد الآن، على الأقل 12 سنة هو الحكومات بيه المالكي والعبادي والجعفري، على الأقل 12-13 سنة هو اللي حاكم العراق. هاي السنة اللي عادل عبد المهدي وهو جزء منهم، هو مو بعيد عنهم، يعني هو كان معهم مرة بالخط الأمامي مرة بالخط الخلفي، مرة وزير مرة نائب رئيس، فهم من نفس المجموعة. لكن البيان مالهم يقول مضحك مبكي في نفس الوقت، بيانهم يقول إنه إحنا وقفنا مع ملايين العراقيين في الاستفتاء على الدستور، هذا الدستور اللي الناس تئن وتون منه ويعتبروه كارثة الكوارث في العراق، هو يتباهى أنه حزب الدعوة أنه هذا وقف مع الناس، يتباهون بأنه التزام بآليات الديمقراطية في العملية السياسية. أي آليات ديمقراطية؟ الشعب يخرج، المالكي يضربهم بالحديد والنار، والعبادي سواها قبله، والجعفري يتهمه، ويدون ثورات بالبحرين ما أعرف منه، تظاهرات بالبحرين ما أدري وين يؤيدوها، لكن في العراق لا، هذه خط أحمر وذولا مندسين وبعثية وارهابيين وما أعرف منه، هذه الطريقة يتهمهم ويقتلوهم ويرموهم بالشوارع.
يقول انه احنا تبادل السلمي للسلطه، تبادل السلمي، ما انتم يعني واحد يقعد بالمقعد الامامي وواحد بالمقعد الوراء ويتبادلون المقاعد فيما بينهم، تبادل بين يعني ربع وجماعه واحده. يقولون تحقيق تطلعات في الوحده والسياده الوطنيه، اين وحده العراق وسيادته الوطنيه؟ العراق مفلش ممزق مدمر. واحد من 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 بيانات المبكيه في نفسه يقول احنا وقفنا ونبذنا التفرقه والتمييز العنصري والطائفي في عهد حزب الدعوه، في عهد هذه من 2003 لحد الان العراق شهد الحروب الطائفيه والتمييز الطائفي والتهجير والدمار والخراب والفكر الطائفي والمنهج الطائفي طوال هذه السنوات. اين هذا الكلام والاعتقالات والدريلات والقتل كله طائفيا والكلام الطائفي والخطاب الطائفي كله في هذا الزمان؟ يقول انه وسعينا لتحقيق التنميه الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه. اذا كنتم انتم محققين كل هذا، ليش المواطن يطلع يتظاهر لعد الان؟ يا حقيقه واحد يسأل والله. يعني اذا كان حزب الدعوه اللي حكم العراق 13 سنه وكل هذه الفتره هو حاكم العراق محقق كل هذه الانجازات، ليش هذا الشعب يطلع؟ اذا هذا الشعب بطران حقيقه حقيقه. يعني اذا الشعب طيب، اذا انتم محققين الانجازات الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه، ليش عندنا الفقر يعني 35% من العراقيين جياع؟ ليش عندنا 6 ملايين 7 ملايين عاطلين عن العمل؟ ليش عندنا اكثر من 5 مليون في خارج العراق؟ ليش عندنا مهجرين؟ ليش عندنا مدن مدمره؟ ليش خدمات مو موجوده؟ ليش كهرباء مو موجوده؟ ليش فساد؟ احنا اول الناس في الفساد بشهاده العالم. ليش احنا أسوأ بلد بالعالم؟ ليش جوازنا؟ طيب اذا هذا كله محققين، يعني هذا الشعب كلش متجني عليهم الحقيقه، ولذلك يطلع عليهم تظاهرات، يعني هو الشعب غلطان. نعم. استاذ شاكر السامر، سوف اخذ مقطع واعود للتساؤل معك. طبعا تكررت الهتافات المندده للنفوذ الايراني في العراق بالتزامن مع مطالبهم باسقاط النظام السياسي. نتابع هذا المقطع ونعود اليكم. نعم أستاذ شاكر، يعني منذ بداية هذا الشهر وحتى قبل انتفاضة تشرين، يعني دائما ما تخرج التظاهرات كان في البصرة أو في بغداد أو المحافظات الأخرى، نستمع إلى هتافات وإلى شعارات تندد بالدخول أو التدخل الإيراني. كيف تقرأ هذه الشعارات التي تندد والتي ارتفعت مع انتفاضة تشرين؟ يا أخي بالنسبة للتدخل الإيراني، إذا سمحت نرجع إلى الوراء. التدخل الإيراني منذ مثل ما يقول تفجير الثورة الإسلامية في إيران، وهي اللا إسلامية طبعا. وأرادوا أن يصدروا ثورتهم، وتصدى لهم الشعب العراقي بكل طوائفه. فمسألة التدخل الإيراني في شؤون العراق مسألة قديمة، يعني هم يريدون الإيرانيين والفرس يريدون يستحوذون على العراق، على شعبه، على أرضه، على مياهه، على مستقبله، على إرادته السياسية والوطنية. فالمسألة قديمة، لكن بعد 2003 حاولوا أن يعني يستغفلون بعض الناس بسبب الأفكار هذه الأحزاب الحاكمة، يعني حورت المسألة، حاولت أن تقلب المعادلة، وقالوا بأنه العراق هو المعتدي وإيران هي صاحبة الحق. فكثير ما نقول كثير، وإنما ناس وسطاء الكذا
يعني تماشوا أو تماهوا مع هذه الفكرة، ولهذا تدخل، قلت التدخل هو تدخل يعني إلى تاريخ قديم، فاستطاعوا بعد الاحتلال مع الأسف وبسبب الأحزاب العميلة الحاكمة اللي هي تابعة لهم واللي تربت في أحضان طهران، يعني هاي المسألة إذا أبحثها يعني قديمة وهذا السرد كثير وأنتم أعرف بها والشعب أعرف بها من عندي صح لو لا. فإجا هم هاي الأحزاب إجت حاولت أن يعني تسيطر، خلي إيران هي المسيطرة، مو حتى هي نفسها الأحزاب المسيطرة، وإنما إيران هي اللي مسيطرة لأنهم ذيول لها، هم يريدون أن يحققوا إرادة خامنئي أو إرادة الخميني أو إرادة الفرس اللي هي أساسا هي هم إجوا بشكل طائفي على أساس يعني هذا كان غطاء مثلث الشيعي وغيره تعرفون هاي الشغله، ولكن هم ارادتهم اراده سياسيه، اراده قوميه، صراع قومي بيننا وبينهم قديم من معركه البيقار الى القادسيه الاولى الى القادسيه الثانيه في الحرب العراقيه الايرانيه. بسبب الاحتلال الامريكي وبسبب يعني تماهي المصالح الامريكيه الاستعماريه والفارسيه، التقت الإرادة الفارسية والإرادة الأمريكية في مصالحها وأعطوا العراق على طبق من ذهب إلى إيران. نعم. وأنا مثل ما قلت لك يعني قسم خلينا نقول واقعيين، إحنا قسم من الناس البسطاء يعني تقريبا اقتنعوا هذه المسألة، لكن بمرور التجارب وبمرور السنين أصبح التدخل الإيراني تدخل كافر جدا. نعم. بحيث في كل مفاصل الحياة، حتى الإرادة السياسية في القمة اللي هي مثل رئيس الوزراء كان ماي حتى إذا فاز بالانتخابات، وصارت هذه الزمنيات على فاز بالانتخابات وما قبلوا به، فحتى فرضوا إرادتهم السياسية في اختيار الحاكم، في اختيار رئيس الوزراء، في اختيار حتى البرلمانيين. نعم. صراحة لأن هي الانتخابات كلها مزيفة. الشعب وعى الآن، الشعب صح على نفسه. نعم. الشعب مو كل الشعب صح على نفسه، لأن قسم من الشعب يعني هو صاحي من البداية، لكن اللي استغفلوهم واللي خلينا نقول استحمروهم مع الأسف يعني بطريقة استحمارية يعني استهجانا بالعراق واستهجانا بإرادته، وتصوروا أنه هاي المسألة راح تعدي وتعبر. نعم. لكن خلينا نفرض جدلا لو كانوا هم تبعية هذه يعني، بس هي وين المصلحة الأخرى للشعب في الحياة الحرة الكريمة؟ لا خدمات، لا مي، لا كهرباء، صحة يعني غير جيدة، تخريب الصناعة، تخريب الزراعة، التعليم، الصحة، لأمانته وسلامته للعراق، مستقبل أجياله، هذا كله ما صار. يعني دمروا العراق، ما صار ازدهار للعراق، فالشعب بعد يعني ما يصدق بأقاويله. ومهما طرحوا هسه من اقاويل ومن اصلاحات، البارحه الخطاب ماله اذا شوفه تقول زين هذا 90%، خلينا نفرض جيد، بس هي وين الثقه بهم؟ وين الثقه؟ يعني احنا مر علينا الجعشري ومر علينا المالكي ومر علينا حيدر العطادي ومر علينا هو صار له سنه يجربون به، كلها وعود كاذبة، كلها وعود خادعة، كلها يعني أموال العراق كلها لإيران، اللي يقول لك يعني أموال العراق كلها سرقوها ودوها إلى إيران، المعامل كلها ودوها إلى إيران، الصناعة دمرت، يذبون علينا الماء، إيران تذب علينا الماء، ماء الماء 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 المالح وما نعم ما أريد أن أقول هذه الكلمة. نعم. يعني دمروا الصناعة، دمروا الزراعة، الشعب العراقي الآن صحة كلها صحة. نعم. صحة على نفسه. أستاذ شاكر. أصبحت كلمة العراق يعني هي الأولى، فوق العراق، فوق الميول والاتجاهات. نعم. أستاذ شاكر السامر، يعني عندما تنزل قامت بالنزول والدة أحد شهداء انتفاضة تشرين إلى ساحات التظاهر وقامت بتقديم العصائر على المتظاهرين، كيف يعني ترى هذا النزول؟ يعني رغم استشهاد ابنها قبل أيام قليلة، هي مصرة على النزول إلى ساحات التظاهر وإلى توزيع العصائر والتضامن مع المتظاهرين، إلى أي مدى يعني يثبت أو يتم قراءة هذا الأمر من خلال الإصرار، من خلال
محاولة هذه الأم أو غيرها لعدم إضاعة دم ابنها، كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا بالنسبة لهذه المرأة، هذه المرأة أصبحت رمز، لكن هي في الحقيقة الكاميرات والساحات ما كلها متواجدة ولا كلها تسجل. النساء أغلبهن يعني مو فقط وحدة، هاي وحدة بالصدفة، يعني بالصدفة الكاميرا صارت أمامها وسجلتها. لكن بالحقيقة النساء العراقيات، وأنا جاي أخابر يعني الأهل وجاي أخابر أصدقائنا، كثير من النساء والعوائل الآن هي تخرج للشارع، تخرج للشارع لمساندة المتظاهرين. اما الثكلة ما تستغرب، يعني شنو الاستغراب بها؟ نعم. بالعكس هي الثكلة ابنها مستشهد بسبب الرصاصات هذه الطغمة الحاكمة. نعم. وذيولها الايراني هي الاولى من غيرها، الاولى من اللي ليس لها شهيد، صح ولا لا؟ نعم. هذه مسؤولة، هذه فجعت بابنها، هذه فجعت بسبب الايرادات حاكمة، بسبب خبثهم، بسبب سخافة حكمهم، يعني بهذا القمع، القمع الوحش، القمع القاسي اللي ما يتطور العقل. نعم. فكيف يعني ما بيها استغراب، لا استغرب ولا تعجب، لا انت ولا اي واحد. نعم. استغرب انه تكلا تطلع، بالعكس هي اولى من غير. وفي الحقيقة كثير من الناس تجاه تخبز وتطبخ وتقدم الطعام والماء كل مستلزم، حتى الشاي يودونه. نعم. الى جماهير المنتفضة، هذا الشباب اللي يستحق. نعم. ماي. اعود اليك بصراحة. اعود اليك استاذ شاكر السامر. دكتور رافع، الحكومة شكلت او غيرت من قوات مكافحة الشغب إلى قوات حفظ القانون، وقالوا بأن هذه القوات مختصة بضبط التظاهرات ولا تحمل الرصاص الحي أو الأسلحة، فقط معدات لضبط التظاهرات. قالوا لن نستخدم القوة ضد المتظاهرين ولن نعيد ما جرى في 1 من تشرين اليوم، يعني ونحن في الساعات الأولى من يوم 25، 3 شهداء، أكثر من 200 جريح، هناك حالات اختناق. حتى قبل قليل مفوضية حقوق الإنسان المنبثقة عن البرلمان في بيان لها قالت بأن فريق رصد المفوضية في بغداد تعرض إلى اختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع. كيف تقرأ هذا التناقض من قبل الحكومة؟ دكتور عمر، يعني هو هذا الحقيقة، هو هذا السؤال المهم الآن. يعني طوال هذه الفترة هم كانوا يتحدثون أن هناك أخطاء. نعم. وهذه اللجنة اللي حضرتك شرت لها وتحدثنا عنها، يعني ما وضحت إن من هو المسؤول، بغض النظر عن هذه المسألة، وهذه قضية تبقى مؤجلة وتبقى يعني في ذمة الشعب، الشعب شلون يحاسب بها. لكن يعني على الأقل قالوا إنه إحنا نستخدم هذا السلاح، واليوم استخدموا هذا السلاح، لحد الآن أكثر من 100 بين قتيل وجريح لحد الآن، وإحنا في الساعات الأولى مثل ما حضرتك تحدث. مع مرور الوقت سيزداد العدد ويزداد تزداد الإصابات، وهذه القوات اللي شكلوها هي نفس القضية. إذن هم يعني، ومع هذا يجب أن نقول إنه طوال هذه الفترة هم حاولوا بطرق ملتوية، بألاعيب، خطابات سياسية، بوعود أن يستميلوا المتظاهرين، لم يستطيعوا، وحاولوا أن يدخلون تيارات معينة، ناس معينين، أحزاب معينة، تركب التظاهرة لكي تكون الشعارات غير شكل. لا. لم يستطيعوا الحقيقة. الآن وصلوا إلى المواجهة، في المواجهة ليس لديهم إلا اليد الأمنية الضاربة، هذه هي الحقيقة. هذا نظام استبدادي ليس له علاقة بالديمقراطية، ليس له علاقة بكل هذه الشعارات اللي يتحدثون عنها، هاي كذبة كبيرة. والآن سقطت أقنعتهم، هو الشعب أسقط هاي الأقنعة. يعني هاي التظاهرة الأخيرة اللي خرجت في واحد تشرين الأول أسقطت قناع كل هاي الأقنعة في أول ربع ساعة، عندما واجهوهم بالرصاص بهذه الطريقة أسقطت هاي الأقنعة. الآن هذه الأقنعة ساقطة، هم حاولوا أن يعيدوا القناع بقناع آخر، من الاعتذار، من بغض النظر وبدون أن يقولوا من هو المسؤول، لكن يعتذروا ويمشوا الأمور بهذه الطريقة، ويضعوا للتظاهرات خطا واضحا مسيطر عليه. لكن التظاهرات لا يمكن السيطرة عليها، هذه تظاهرات شعب والشعب يريد يظهر. تبقى المهمة على الشعب التالي، هذه الحكومة وهذه أحزابها ستستخدم السلاح ضدكم. ستستخدم لا محال،
ليس لديها إلا اليد الضاربة، لأن دفاع عن العملية السياسية، دفاع عن مكتسباتهم، دفاع عن فسادهم، عن خرابهم، عن هذا الوضع اللي وصل به العراق، ليس لديهم غير السلاح والقوة الباطشة. والشعب ليس لديه إلا أن يخرج كله. عندما تخرج الموجات المليونية ستحيد كل سلاح. على الشعب أن يدرك، يعني الآباء والأمهات ولا يمنعون هذا للشباب، لأن الشباب راح يطلعون. إذا منعتهم وأنت بقيت جالس في بيتك وتمنع الآخرين، جزء يبقى وجزء يخرج، ستعرض من يخرجون إلى القتل وإلى التنكيل وإلى أن يواجه هذه السلطة الباطشة. لكن عندما تخرجون كلكم ستحيدون كل الأسلحة. لن تستطيع أي قوة مهما كانت في العالم أن تواجه الشعب يخرج كله. كل عندما يخرج الشعب بهذه الموجات العالية لن تستطيع، كل الأسلحة ستحيد وسترمى تحت أقدام المتظاهرين وأقدام الشعب. تريد أن تنجح تظاهرتك، تريد أن تحقق أهدافك، أخرج بأعداد كبيرة. نعم دكتور رافع. واستجنب الخسائر. نعم. أستاذ شاكر، بدقيقة واحدة ماذا توجه إلى المتظاهرين في ساحات التظاهر، إن كان بيتا من الشعر أو رسالة، بدقيقة واحدة؟ والله أنا كتبت قصيدة قبل سنوات، شظايا اسمها، شظايا عنوانها شظايا على طابع القصيدة. نعم نسمع جزءا منها. هي تلخص كل الإجهاضات اللي صارت بالعراق. نعم. سنوات سابقة. والآن طفح الكيل، طفح. نعم. الكيل، فلا بد من الثورة. فأقول طفح القتل، طفح الخطف، طفح دفع وجز الرقاب، وأريق دم الورد والنرجس الغاصي في فم الذئاب. طبح القبط الطائفي في عيون من أرادوا لهذا العراق النفي جرثومة الأسباب. وقوفا هنا وقوفا هناك، فتحت هذا الثرى مهج من الزنادق والأحباب. عمامة خضراء، عمامة خضراء يعلوها التراب، وحمامة بيضاء ينفرها الغراب. وقلب عراقي طاهر مبتلى بجور السلاطين وخناجر الأعراب. صباح الرصاصي، صباح الشظايا، صباح الرماد، صباح الموت قبل الموت يا مناقير العنادل واحترار السنابل واللبلاب. يا أيها العراقي المدجج بالجراح، يا أيها العراقي المدجج بالجراح، قبل ضحى الكون وقبل نفوذ القمح والأرصاب. آشور أورثنا الرماح. نعم. والبابلي الحكيم هب لنا بالخيل والسلاح. معفر الجبين في الطينة الحمراء، في طينة العراق هاي الطينة الغري، في الطينة الحمراء قامر الضباء والفرات. نعم. وعلى أنامل الصبايا يكتب عمر الورد والحياة. نعم أستاذ شاكر، لفظ فوق الشاعر العراقي شاكر السامر، كان معنا من أسطنبول، والإعلامي والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا إلى نهاية هذه التغطية أعزائي المشاهدين حول التظاهرات، تظاهرات اليوم 25 من تشرين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.